في عالم الاجتماع البشري قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ما قالش الحقيقة يحيق المكر السيء بأهله، ما قالش يحيق المكر السيء بأهله، وإنما لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طب بغير أهله، بالإنسان اللي بدنا نمكر فيه، الآية بتقول لك لا، المكر السيء ما بيحيق إلا بأهله. طيب في أي معرض هذه الآية جاءت؟ لأن بعض الناس ممكن يقول إنه هذا المقصود يوم القيامة، إنه المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، باعتبار إيش؟ إنه في يوم القيامة لما الناس توفى حسابها، بالتالي شو كان مكر في الدنيا بحل بأهله. على فكرة شو معنى يحيق؟ يحيق يحيق فيها معنى النزول والإحاطة، يعني المكر السيء سوءه وضره بينزل وبيحيط بأهله. إذن شو معنى تحاق أو يحيق؟ إذن فيها عملية نزول ثم إيش؟ إحاطة. فالمكر السيء في النهاية بدور وبدور وبدور، وين بينزل؟ في أصحابه، ومش بس بينزل فيهم وبيحيطهم. وهذه الآية على ما يبدو أنها تتحدث في أسرار يسكروا البليفونات إذا فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله قانون. طب هل هو قانون أخروي؟ لما بتنظر لسياق الآيات بتجد لا، مش بس أخروي ودنيوي، لأنه بتكلم الله عن سنته في الأقدمين، وإنه سنة لا تتبدل ولا تتغير، إنه لا يحيق المكر إلا بأهله، سنة أي قانون. طيب الحقيقة لما واحد مثلا يلقى في النار بيحترق، هذه سنة كونية مضطردة، في داعي نقعد نقول للناس إنه اللي بيلقى في النار بيحترق؟ ما بيعرفوا، هاي فيها جدل؟ فيها جدل إنه اللي يلقى بالنار يحرق؟ ما فيها جدل. لكن السنن الاجتماعية، لأنهم الناس لأول وهلة بنتبهوش، فبحاجة إنه يلفت انتباههم إلها، مع إنها سنة ولا تتخلف، لكن السنن الاجتماعية بتأخذ مداها، ومش أمامك زي الاحتراق، تضع الورقة في النار فبتحترق، هاي فورا بتبين معك، هاي فورا. لكن الحديد بيصدق، الحديد بيصدق مش فورا، يعني أبو سنة. طب والسنن الاجتماعية؟ يعني لاحظوا، الحديد يصدق بالرطوبة، الحديد يصدق بالرطوبة، لو أجي واحد قال لك مش صحيح، هاي حديد وهاي رطوبة، وين يصدق؟ يا زلمة هاي مش زي الماء، مش زي الماء، الملح يذوب في الماء، الملح يذوب في الماء، هاي الملح طلع هذاب بسرعة بسرعة، الملح يذوب في الماء، بتلاحظ نتيجتها ايش؟ بسرعة. طيب والحديد يصدع بالرطوبة؟ طب لو اجى واحد قال لك هاي الحديد وهاي الرطوبة، هبدا احط لك اياها 5 ايام في الرطوبة في الشتاء، هاي ما بصدعش. شو بتقول له انت؟ تقول له استنى، مش بتقول له استنى خليها اشوف شهرين. اذا بتتوقعوا كل السنن بتكون واضحة للناس، زي لما انت تلقي مثلا الورقة في النار فورا، الماء في بتحط الملح في الماء، بدها تحريك على فكرة، بدها تحريك بشك، لكن الحديد يصدع اطول، بدها 10،
وبعدين هذا الحديد يعني استخدمنا مثلا بعض المعاملات في الحديد، يعني مثلا لو سخنا الحديد وبعدين طشناه في النار، ها مثلا شو في المي، عفوا في المي، شو بعد قديش بيصدع مثلا؟ اختلف وضعه ولا ما اختلفش؟ فالسنن اذا للسعي الاجتماعيه، السنن الاجتماعيه الناس مش سهل تستكشفها. ليش؟ لانه الناس باخذوا ظواهر بيقولوا وينه؟ لا يحق المكر السيء الا باهله، وينه؟ يعني بدكم تشوفوها وينه؟ يعني بتحسبوها زي قضيه الملح في المي او الورقه في النار؟ طب بلكي زي صدع الحديد، هاي بلكي زي قانون صدع الحديد. اذا اللي بيقول الحديد اصدع بيخطئ. لا بس مش بالضرورة اشوف صدع الحديد من اول لحظة، وما اخطأ اللي قال ولذلك يلتبس على الناس قانون اجتماعي اصر عليه القرآن انه سنة لا تتبدل ولا تتغير، اللي هو لا يحيق المكر سيء إلا بأهله. هل ينظرون إلا سنة الأولين؟ يعني هاي قضية مش بس اليوم، من زمان، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ما تتغير في كل العصور. إذن هو عم بتحدث معك بسنة أصلا أنت مش مستكشفها، لأنك لو أصلا سهل جدا تستكشفها وتعرفها ما بيحكي معك في الموضوع. أما هي تلتبس عليك، وخصوصا هذه السنة وأنت بتتجلى، وأنت بتتجلى هذه السنة عندما يتم التآمر على الدين الحق، التآمر على الدين الحق يعني باطل مقابل حق. أما باطل مقابل باطل ما نشوفش السنة مظبوط، لأنها بدها تحيك هون ولا هون، مش هيك؟ لكن لما بيكون هذا مي وهذا ملح، ها هون بيكون القانون تمام. لما يكون هذا حديد مش سبيكة، ها وهذا رطوبة أو أكسجين فرضا، إيه بيحصل القانون. ولذلك لا يحيق المكر سيء إلا بأهله. لما بتنظر لسياق الآيات بتجد الكلام عن المكر الذي يواجه الحق. في عندي الحق اللي هو الإسلام، في عندي مكر بيواجهه عبر تاريخ الرسالات كلها. أي مكر يواجه الحقيقة اللي هي الإسلام، والإسلام كما هو معروف دين الله من أيام آدم حتى محمد، قانون لا يتخلف وهو سنة الله، إنه إذا ينكر لهذا الدين لابد في النهاية سنة لا تتبدل، وهي قانون صارم إنه لا يحق المكر سيء إلا بأهله. في النهاية لا ينزل ولا يحيط إلا بأهله. طب بدنا نشوف هذه السنة بسرعة. إحنا ضربنا مثال بالاحتراق والملح في الماء والحديد مشان نبين حتى السنن الكونية مش كلها بتبين دفعة واحدة وفجأة، تأخذ كل واحدة مدى. والسنن الاجتماعية من باب أولى إنها كسنة، إنها في الأخير إنها تأخذ مدى. فلما يكون عندك حق وناس فعلا بيحملوا الحق، ما فيش شوائب وباطل بده يوقف أمامها الحقيقة، في النهاية قانون الله المكر يوم